في 2020 تم تنفيذ خطة تعليمية جديدة لجميع المستويات في المدارس النرويجية. جميع الطلاب سوف يمتلكون القدرة على التحدث بلغات عديدة، فيصبحون بالتالي وسيلة فاعلة في المدرسة والمجتمع. مديرية التعليم: الأطفال الذين يكبرون في لغات متعددة كبداية لن يكون لديهم تأخر في التطور اللغوي أو صعوبات في قدرات اللغة. ثانيا، ليس لديه صعوبات لغوية بالمقارنة مع طفل يمتلك لغة واحدة. ثالثا، يتعلم تبعا للأبحاث لغات أخرى بسهولة أكبر إذا كانت لديهم بيئة لغوية مشتركة مع والديهم. رابعا، يحصل على فرصة للتعبير عن نفسه باللغة التي يختارها الطفل. خامسا، لا يطور كفاءته اللغوية العامة بشكل سلبي عندما يصبح شخصا بالغا. من المهم التعامل مع المعلمين في المدرسة أو روضة الأطفال. سادسا، التعرف على اللغة في وقت مبكر، وهذه ميزة كبيرة. ماذا يحتوي هذا التقرير عن لقاءات العائلات من الأقليات في مع نظام الدعم؟ أولاً، تعاني العائلات من الأقليات من أن نظام الدعم لا يفهمهم ولا يفهم لغتهم وثقافتهم بشكل جيد. ثانياً، شبكة معارف محدودة، ليس لديهم إمكانية النقاش مع الآخرين. ثالثاً، صعوبة في معرفة مصدر حصولهم على المساعدة والدعم. رابعاً، اللغة العامة وحواجز التواصل في المجتمع. خامساً، رغم أن الأهالي أنفسهم يحتاجون مساعدة، يختارون إعطاء الأولوية لاحتياجات أبنائهم أولاً. وجاء في التقرير أيضاً أن الآباء من الأقليات يريدون من موظف التواصل الذي يقدم المشورة لهم من خلال الإمكانيات التي يمتلكها الأهل والأبناء معاً في المجتمع. فمن الممكن أن نظام الرعاية الصحية في منطقتك لا يتمتع بالمعرفة الكافية. أين يمكن للأهالي من الأقليات ذوي الأطفال الصم والإعاقات السمعية الحصول على المعرفة الصحيحة؟ مركز العلاج الوطني للسمع والصحة النفسية، مكتب استشاري لضعاف السمع، مدرسة البي بي وخدمة البي بي تي. هؤلاء يمكنهم إعطاء الدعم للأهالي المحتاجين لذلك، وتعطي حماية الطفل نصيحة والدعم للأهل غير المتأكدين ما هي المصلحة الأفضل للطفل. ممكن للمرء أيضا البحث عن الدعم والمساعدة من المنظمات المستخدمة، وهذا دعم مباشر مقدم من قبل أشخاص ذوي خبرة ممن كبروا وكانت لديهم ثقافة وتحديات لغوية مماثلة. مثال: المنظمة الوطنية للإعاقة السمعية، منظمة الأطفال ذو الإعاقة السمعية، المنظمة الوطنية النرويجية للصم. انظر إلى لغتي، بدأت بدورة منهجية وهي تتألف من 40 وحدة. حيث تتعلم العائلات التواصل بلغة الإشارة النرويجية، يتعرف الأهل والأطفال على حقوقهم، ويحصلون على إمكانية إقامة شبكة معارف اجتماعية مع أهالي آخرين. مدة الدورة في أول فولك سكولا هي 7 أسابيع، نفس المكان الذي كنت فيه مع عائلتي سابقا. هناك يمكنك إنشاء شبكة معارف أوسع مع أهالي آخرين لديهم خبرات مماثلة لخبراتكم. الدورات التدريبية تقوم البلدية بتغطية نفقاتها. البلدية تقوم بتأمين مترجم. اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل اليوم هي جزء من القانون النرويجي. هذا يعني أن حقوق الطفل في النرويج قوية من الناحية القانونية. اتفاقية حقوق الطفل تحمي الوالدين وحقوقهم أيضا. ولدي 3 أمثلة. المادة رقم 5 تعني أن الحكومة والأهل سيقومون بالأفضل
لإعطاء الطفل الحماية لتنشئة جيدة وتكافؤ الفرص في التطور المستقبلي. وهذا يعني بالتالي إعطاء الطفل كل الفرص المتاحة لامتلاك لغة واحدة أو العديد من اللغات. الحكومة سوف تساعد وتدعم الأهالي ليكونوا رعاة جيدين للأطفال. المادة رقم 13 يعني أن من حق كل طفل التعبير عن نفسه باللغة التي يرى الطفل أنها تعبر عن حاجاته بشكل أفضل. وعلى الأهل والحكومة خلق الساحات التي يمكن للأطفال التعبير عن أنفسهم بحرية. المادة رقم 30 يعني أن كل طفل له الحق في انتمائه وهويته. ويعني أيضا أن للطفل الحق في التحدث بلغة والديه حتى لو كانوا يتعلمون لغة الإشارة النرويجية في المدرسة. فالدولة مثلا تعطي الأهل حق تعلم لغة الإشارة. نعم، فعائلتي كلها مرت بذلك. إن إتقان لغة الإشارة يعني أننا نستطيع التحدث معا عن كل شيء. فعندما الأصم ضعيف السمع وصاحب مشكلة السمع يملك إمكانية التواصل بغض النظر عن ما إذا كان عن طريق اللغة المحكية، لغة الإشارة، كتابة، يأخذ هؤلاء الفرص للنجاح في الحياة. شخص يعمل اليوم كعالم فلكي وآخر باحث في مرض السرطان، وثالث يعمل كمدير. هناك الكثيرين من الصم وضعاف السمع ممن يحدثون فرقا إيجابيا في المجتمع. وهناك الكثير من الشبكات المحلية والدولية التي تدعم الصم وضعاف السمع في حياتهم اليومية. المنظمات المستخدمة الوطنية والدولية تنظم التجمعات والأحداث وتستأجر للصم مضعاف السمع مستخدمي لغة الإشارة من الأطفال والشباب من جميع أنحاء النرويج والعالم، بحيث يمكنهم التجمع والتواصل وتبادل الخبرات بعد ذلك إلى بيوتهم أقوياء كأشخاص أقوياء. والفضل كله يعود إلى إمكانية وفرصة التواصل بلغة واحدة على الأقل. من سلسلة جمهور لغة الإشارة على قنوات التلفزيون. أستري باحثة في مرض السرطان، وأن أرى العينات المأخوذة. إنجبورغ مهندسة مدنية، وأدرك أن الكثير يعتقدون أن مدارس الصم صغيرة مجموعات مغلقة، لكن أنا أشعر أن ذلك أعطاني الكثير من الثقة بالنفس. ماريوس باحث في الفيزياء الفلكية، فأنا بالفعل حاولت السفر إلى القمر. أندش معالج فيزيائي، أنا دائما لدي هدف محدد. ما معنى هذا؟ فإذا كان الهدف خلف الجدار فالأمر يتعلق فقط بالحلول. فالمرء يستطيع ثقب الجدار أو الطيران فوقه، القفز بالزانة، أو يوجد هناك باب، فهناك حل دائما. أنا أعتقد أن هذا مهم، رؤية الحلول بدون قيود. فأن تعطي الطفل الفرصة للاختيار بنفسه، أن تمنح الطفل القوة للسيطرة على مستقبله. فأن
مادة تمنح الطفل القوة للسيطرة على مستقبله، فالأبحاث الحديثة تشير إلى أهمية العلاقة الوثيقة مع الأهل لتطوير جيد للهوية المستقلة للطفل، ومهم أيضا لمستقبل الطفل تطوير لغتهم للتواصل مع أحبائهم. بمعنى آخر، ليس من المفروض إبعاد أي لغة، لكن بالأحرى العمل لإيجاد حل مشترك يناسب الجميع. كمثال، عندما كنت أدرس المعلوماتية كان عندي مترجم، لكن من الصعب معرفة كل شيء. في البيت مع العائلة كان يمكنني التحدث بحرية عن طريق لغة الإشارة، وهذا أعطاني الطاقة. اليوم أعمل في الدعم المعلوماتي بفضل لغة الإشارة. المهم امنح الطفل كل الفرص الممكنة، فلاحقا ينالون إمكانية الاختيار الأفضل لهم في الحياة. اكتشف ما هو الأفضل للطفل والعائلة معا. مهم جدا الحديث مع الطفل عما يريده. اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لا تحمي الطفل فقط، لكن تحمي أهلهم أيضا. اتفاقية حقوق الطفل تساعد الأهل عندما يتعلق الأمر بمطالبة الأهل بحقوق أطفالهم. الأبحاث أكدت أن الأطفال ذوي اللغات المتعددة لا تؤذي الطفل نفسه، بل في الحقيقة تعطي الطفل فرص كثيرة لاحقا في الحياة. لا يهم إن كانت لغة واحدة، اثنتين أو ثلاث لغات مختلفة، فالمهم هو معرفة الطفل نفسه في سن البلوغ وفوزه بلغات عديدة. فالأهم هو أن يحصل الطفل على بيئة لغوية واحدة على الأقل، حيث يمكنه هناك التعبير عن نفسه بحرية. هل تعيش بعيدا عن متحدثي لغة الإشارة؟ فمن المهم للطفل أن يمارس أنشطة لغة الإشارة، مخيمات، لقاءات مع آخرين، في مشاركات وأحداث مماثلة. أنا لا أتخيل نفسي أن أكون بدون عائلتي، وليس فقط عائلتي القريبة تعرف لغة الإشارة، أبناء عمي، أولاد إخوتي، بنات إخوتي أيضا يعرفونها جيدا، وأنا الآن أتطلع بشوق لأن أحتفل مع عائلتي بالعيد. أتمنى أن تقضوا وقتا جيدا.